ازيكم عاملين ايه؟ نعمل النهارده مهلبيه بالجيلي، حاجه حلوه ولطيفه ترطب كده على قلبنا في الحر بتاع الصيف ده. هنحتاج كيلو لبن، كيلو لبن من لبان، مش عايزه اللبن الازاز لان هي المهلبيه الطعم الغالب فيها اللبن، فالمفروض يبقى حاجه كويسه. معلقه صغيره فانيليا، نص كوبايه سكر، معلقتين كبار كريم شانتيه، معلقتين كبار قشطه، قشطه بلدي بتاعت وش اللبن، 4 معالق كبار نشا، كيسين جيلي، معلقه صغيره فانيليا. والجيلي هنحتاج له كوبايتين ميه عادي بحراره الغرفه يعني من الحنفيه، وكوبايتين ميه مغليه. اللبن ده عندي بارد فانا هقلب كله عليه على البارد كده. احط النشا والسكر، السكر نص كوبايه معياريه، اقلبه اتاكد ان السكر داب والنشا برده ما فيهاش اي تكسلات. اول ما اتاكد ان هو داب خالص كده واختلطه احطهم على النار لحد ما يتقلوا كويس. احطه على النار كده واقلب شويه لحد ما النشا مفعولها يبقى كويس، يعني احس ان القوام تقل شويه. هو كده كده انا مقلباه كله على البارد فما فيهوش ان شاء الله اي تكسرات. هو كده تقل شويه، ابتدي بقى في المرحله دي انزل بالكريم شانتيه والقشطه ومعلقه الفانيليا برضو، معلقه صغيره. خلاص انا ممكن بقى اطفي، خلاص كده انا وصلت للسمك اللي انا عاوزاه. كده كده السخنيه هتدوب القشطه والحاجات دي، يعني ما حطيناش الكريم شانتيه والقشطه والفانيليا من الاول خالص، حطيناهم في الاخر. انا نزلت بالكريم شانتيه والفانيليا والقشطه، يعني ما حطيتهمش من الاول خالص مع السكر والنشا، لا حطيتهم قبل ما اطفي على طول. خلاص كده المهلبيه شلتها من على النار، قوامها بقى مناسب وكريمي، شايفين؟ ابتدي بقى اغرفها في الكاسات او الاطباق. انا هغرف نص الكاسات او الاطباق بس عشان النص التاني هيبقى جيلي. خلاص انا فضيت طبقات المهلبيه كده، ممكن اسيبها ربع ساعه مثلا كده في الثلاجه، اتاكد بس ان اول طبقه مسكت نفسها شويه قبل ما اصب عليها طبقه الجيلي. خلاص خلصنا طبقه المهلبيه، نعمل بقى دلوقتي الجيلي. كوبايتين ميه من الحنفيه، كوبايتين ميه بيغلوا من الكتل او تكوني لسه غلياها، والجيلي بالطريقه التقليديه ننزل بيه على الميه المغليه، نتاكد ان هو داب كويس. ما احطش الميه البارده او اللي من الحنفيه لما اتاكد ان هو داب تماما. خلاص كده انا اتاكدت ان هو داب، انزل عليه بقى بكوبايتين الميه التانيين. شيل بس الوش الرغاوي ده اللي من فوق ده. خلاص طلعت المهلبيه من الثلاجه جمدت شويه، وانزل عليها بقى بالجيلي، من احلى وابسط الحاجات اللي ممكن تاكلوها في الصيف، بسيطه وسهله اي حد يعملها. خلاص كده صبيناهم بقى بالشكل ده، نحطهم بقى في التلاجة مدة ما تقلش عن 4 ساعات، ولما يطلعوا بقى نزوق الوش. كريم شانتيه، فستق، فاكهة، تسيبوه كده سادة خالص برضو حلوة قوي. خلاص كده سقعوا وطلعناهم من التلاجة، نزينهم بقى. شايفين بقى الحلاوة؟ طبق بسيط ما تكلفش حاجة خالص، بس شكله فخم وطعمه أفخم. ممكن تحطي فوق الوش فراولة، ممكن كريم شانتيه، ممكن ما تحطيش حاجة خالص، يعني التزيين ده بتاعكم بقى، اختياري انا، بس بديكوا افكار. وده شكله النهائي.